أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن ميثاق العمل الوطني يمثل وثيقة تاريخية أثبتت تلاحم وتعاضد الشعب والتفافه حول القيادة الحكيمة، مشيرا إلى أن التصويت على الميثاق بنسبة 98.4% أكد وحدة الرؤية والهدف نحو مزيد من التقدم والرخاء في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله. وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بما تحقق من إنجازات ونجاحات شبابية متعددة كان نتاجها الوفاء بالوعود وحصد الذهب في عام الذهب وتحويل الحلم إلى حقيقة وواقع هو محل فخر واعتزاز كبيرين. كما نوه معاليه بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وهو الراعي الأول للحركة الرياضية بالمملكة. وأكد معاليه بأن شعب البحرين سيبقى بفضل الله وبفضل قيادته الحكيمة محافظا على كل قيمه ومبادئه وسماته التي يمتاز بها. كما نوه معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن الميثاق يشكل وثيقة للعهد ومرجعا وطنيا للدولة المدنية الحديثة والقاعدة الأولى التي تسترشد بها كل الجهات والمؤسسات عند رسم الخطط والاستراتيجيات التي تلبي تطلعات شعب البحرين الوفي. وقال معالي رئيس مجلس الشورى إن ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني تعد محطة لاستذكار الإنجازات والنجاحات التي تحققت منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وأصبحت المملكة متقدمة في شتى المجالات، مشيدا بما أنجزته السلطة التشريعية خلال الفصول التشريعية الأربعة الماضية من تشريعات وطنية وأنظمة وقوانين متعددة.